رأيكم في جوشو على شاشة التلفزيون العربي؟ امبارح كان 25 يناير، وده معناه إن فات 6 سنين على بنت أخو عفاف شعيب اللي ما كانتش لاقية بيتزا. ها إزيك عاملة إيه دلوقتي؟ كله تمام؟ طب لقيت الريش؟ في فخات حمير على فكرة تضعضي فيها دلوقتي. طب لقيت سكر؟ بص ما تخافيش، إحنا هنقسم فلوس مبارك بعد ما ترجع لنا من سويسرا على 90 مليون، واللي يطلع لك هاتبيه سكر. ياه، كانت أحلى أيام، أيام الثورة. حد متخيل إن الثورة دي عدى عليها 6 سنين؟ طب حد متخيل دلوقتي إن كان في ثورة أصلاً؟ الثورة اللي طالبنا بيها، نزلنا وهتفنا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، الشعارات الجميلة. عيش، حرية، عدالة اجتماعية، الشعارات بتاعتهم الحرامية. اسمها كانت اسمها إيه؟ 25 يناير. 25 يناير كان زمان وخلص. أنا بكرهها. بتكرهي ثورة 25 يناير؟ بكرهها. ما شفناش من وراها غير كل خراب على البلد. 25 يناير رحنا في داهية طبعًا. من الآخر كده. رحنا في داهية. يا خبر أبيض، مش عايز أقول لكم. عايز أقول لك كلمة قالها دي ثورة معرفة. انتفاضة حرامية. يناير انتفاضة الحرامية. الملايين اللي كانت في الملايين دي مين؟ الملايين دي نص شحاتين مصر؟ نص مين؟ شحاتين مصر كلها؟ كانت مأجورة؟ شوية عيال بشعر كبير كده مشوا في الشارع يشتموا في الناس وعيال كلها لم تتخطى 23 عام يعني. 25 يناير ثورة الهطل. 25 خساير. أو نكسة 25 يناير. الواكسة. الحل كان إيه؟ ناس في ميدان التحرير اللي فيه. لا لا لا. هو ده الحل. 25 يناير دي مؤامرة مش أكتر من كده. ثورة الخونة والعملة. 25 يناير لصالح إسرائيل. أه والله. أه والله. كل الكلام ده مسألة محسومة. 25 يناير تختلف كثيراً عن مصر 30 يونيو. تسلم إيدينا، تسلم إيدين كل مصري طلع يوم 30/6. الثورة المجيدة 30/6 يونيو هي ثورة على 25 يناير. دلوقتي أفضل بعد 30/6، إحنا النهاردة في حتة أحلى. 30 يونيو جابت السيسي. ايه الرئيس سيسي عشان ينقذنا؟ واحنا حظنا حلو ان السيسي جه في الوقت ده. انا في منتهى السعاده في نظام عبد الفتاح السيسي. السيسي حارقكم انا عارف. 30 يونيو جابت السيسي. اهو. ايه ده؟ في ايه؟ مين ده؟ اظن بعد ما شفنا ده الناس اللي كانت محتاره وتقول لك الثوره نجحت ولا لا، اكيد بعد ما شافوا ده اكيد كده الثوره فشلت فشل سريع. لا بس ما تقلقش. السيسي مش حرقنا ولا حاجه، بالعكس احنا فرحانين زيكم ان 30 يونيو جابت لنا السيسي وقضت على الثوره، خلتنا في حته اجمل بكتير، اقتصاد بيزدهر، اسعار بترخص. بس مفيش داعي تشمتوا وتشتموا في الشباب الملايين اللي نزلت عشان الثوره، تقول عليهم مأجورين وشحاتين. الملايين دول كانوا من خيره شباب مصر، نزلوا كان حلمهم التغيير، ما يصحش ابدا نخونهم ونغلط فيهم. انت تعرف استاذ احمد ان انا طول عمري كنت ضد ثوره 25 يناير دي. قلت عليها انقلاب فعلا. انا قلت عليها انقلاب، لكن جيت في الاخر يعني بوست ايد وش وضهر ان الثوره دي جت. انت عارف لولا 25 يناير لم نكن نكتشف كم العماله والخسه، لان دول اصحاب اجندات والدولار واليورو عماهم. الدولار على مصريين بيقبضوا؟ ده بيقبضوا جدا. وبعدين الغالبية العظمى فيهم صفة مشتركة، أغلبهم شواذ. إيه ده؟ أغلبهم شواذ. مين دول؟ ما هقول لحضرتك. بتقول لي شواذ؟ شواذ كتاب وناس معروفين وإعلاميين و يا سلام. لا بجد؟ آه والله. آه يعني دول شواذ. طبعًا. أنت جمعتهم كده؟ شواذ. في سلة واحدة شواذ. شواذ جدًا. شواذ جدًا؟ إيه شواذ جدًا دي؟ ما هو يا إما شواذ يا مش شواذ. لكن شواذ جدا ازاي؟ وبعدين يا عزم انت عرفت ازاي ان هم شواذ؟ يعني ينفع نرمي كده الناس باتهامات باطله؟ انت جمعتهم كده؟ شواذ في سله واحده شواذ. شواذ جدا. مع مين؟ معايا انا شخصيا. يو بقى يا جماعه، ما قلنا بلاش الحاجات دي، مش عايزين ننزل المستوى ده. معاك انت شخصيا؟ شفت بقى يا عزم ان اي حد ممكن يتهم اي حد ويقول عليه انه شاذ؟ ما تقولهاش تاني بقى. فخلونا نرجع للثوره. يا ترى ليه الثوره فشلت؟ يا ترى ليه مطالبنا ما اتحققتش؟ هل مثلا لان الشواذ دول على كلام عزمي ما كانش ليهم قائد؟ اذا انت كنت ترفض نظام مبارك. اه كويس كده. دلوقتي طبعا وقمت وفي كلام كتير ان حضرتك نزلت انت وابن حضرتك يوم 25 يناير. تمام. اذا انت نزلت الثوره. انا القائد. انا القائد يلا. انا كنت في الصفوف الاماميه. وانت فاكر جمعة الغضب دي مين اللي نرفزها؟ ما انا. صادق يا مرتضى. واحنا كنا الثورة على فكرة المضادة. ها؟ انت كنت قائد الثورة واحنا كنا الثورة المضادة. ما انت كنت عايز توقع مبارك. معلش يا جماعة هو فاهم بس الثورة غلط.
على العموم زي ما عرفنا كواليس ثورة يناير من وجهة نظر الإعلام، خلونا نعرف برضو كواليس الثورة المضادة اللي طلعت ضد 25 يناير. وأكيد الثورة المضادة دي بما أنها هي لحد دلوقتي اللي ماشية، نتمنى كمان هي ما تكونش شاذة. هو أنا ليه بحب وبدافع عن حسني مبارك كده؟ ليه؟ يوم تنحي الرئيس الأسبق مبارك أنا كنت معاه، قاعد عنده في أوضة نوم. ده أسد طبعا، راجل راجل يعني جدا. ما أقدرش أقول الكلمة اللي تتقال علينا عشان عيب، عشان في ناس بتسمعنا في البيوت، بس أعتقد أنها وصلت لكم. لا من ناحية وصلت فهي وصلت بصراحة يا تامر. والصراحة أنا لو كنا نعرف أن أنت مع الرئيس الأسد طبعا في أوضة النوم بتاعته ما كناش عملنا الثورة وقلقناكم والله. طب الثورة وعلى حسب كلامكم طلعت مش ولا بد، والثورة المضادة طلعت من أوضة نوم حسني مبارك. طب ومطالب يعني مطالب الثورة أخبارها إيه؟ العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية اتحققوا؟ خلينا نمسكهم واحدة واحدة. أول مطلب كان في الثورة العيش، هل في حد في مصر بينام من غير عشاء؟ بتنام من غير عشاء؟ لا الحمد لله والله مستورة، الحمد لله. البلد دي فيها 20 جنيه 20 رغيف بجنيه، 36 محطة مترو بجنيه، وبتصرف للمواطن زيت وسكر وجبنة فيتا. وجبنة فيتا مش جبنة عادية، لا فيتا. لا كده مطالب الثورة اتحققت بصراحة. بتاكل جبنة فيتا ومش عاجبك يا مواطن؟ لا المفروض أي حد يشتكي بعد كده يتخصم له الجبنة الفيتا من على التموين عشان يحس بالنعمة اللي هو فيها. لا مش هتبطل تزعق للناس بقى يا عزمي. الناس بعد الثورة مش عارفة تنزل الشارع تشتكي من الأسعار، فبيشتكوا في الإعلام. اسمع منهم يا أخي. في كتفي خمس أولاد، بصرف على خمس أولاد يا كابتن عزمي. يا كابتن عزمي أنا دي لي ثلاث شهور ما شفتش شكل اللحمة ولا لون اللحمة ولا طعم اللحمة يا كابتن عزمي. يا كابتن عزمي أنا بيتي ما فيهوش إزازة مي إزازة زيت يا كابتن عزمي، إزازة زيت مش لاقيها، ما فيهوش كيلو سكر. ومعايا والدتي ست كبيرة، ووالدي ساب لي حمل، اتجوزت ومعايا خمس أولاد، بصرف على خمس أولاد وكل ثلاث أرباعهم ثلاث بنات وولدين صغيرين، والدتي وقاعدة معايا ما عنديش حاجة. شكرك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. استاذ يسري. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ يسري. ايه هتقرفنا بمشاكلك زي الراجل اللي فات ولا هتقول حاجه مفيده؟ نكدوا علينا بمشاكلكم بقى، اقرفوا الاعلام بمشاكلكم. يا عزمي يا عزمي بقول لك اسمع منهم، تقفل في وشهم السكه. طب صبرهم، قول لهم العيش اللي طلبتوا بيه في 25 يناير مش هيتحقق ولازم تتقشفوا. الشعب المفروض يتعلم منكم، المفروض تبقوا قدوه ليهم على الصبر والتحمل. لانه اوريدي انا ما انا يا فندم والله العظيم بعمل ريجيم غصب عني. بدل ما باكل طبق كنت باكله مثلا بره عازم ولادي ولا حاجه، باكل طبق مثلا ب 100 جنيه باكل طبق ب 60 جنيه. والله بيحصل يا فندم. بدل ما كنت بشرب عصير وبشرب بتاع، انا مقصقص نفسي من الاول. يعني مقصقص نفسي كده. بروح السينما ما باكلش فشار دلوقتي. يعني انا بروح السينما خش اتفرج على الفيلم واطلع بس. يا عيني ما بتاكلش فشار؟ معلش بقى يا قرموطي، احنا بنتقشف اليومين دول، فتعال على نفسك. اسبوع روح السينما واسبوع كل فشار. يا ريت بقى المواطن يتقشف زيه كده وياكل فول من غير عيش، ياه يرقشوا كده على طول. يا ريت كل الاعلاميين يا جماعه يتقشفوا زي القرموطي. احنا بنطالب كل الاعلام يتقشفوا زي القرموطي. هي سنه صعبه علينا وعلى العالم كله، أرجوكم أتوسل إليكم، لازم نستحمل. ما تاكلوش رز كله بطاطس. حلوة اللحمة أوي يا جماعة. أنا شفت الناس متقشفة إزاي. مش لازم بامية، شوية جبنة. أنا ما باكلش غير أي حاجة حيوان، فراخ، حمام، بط، جاموسة. ليه البلد دي مش متقشفة؟ قطعوا قطعوا الغازات من كتر البوفيه المفتوح اللي قاعد فيه. هم 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 هم. الناس لازم تتحمل. ما تيجي نستحمل سنة، أرجوكم أتوسل إليكم، لازم نستحمل. هنتحمل وهنمشي. دور الشعب الوقت نتحمل. إذا إحنا الست المصرية تستطيع أن تتحمل الظروف
أنا عمري ما سمعت على واحد مصري مات جوعا. لسه في مصر تقدر ب2 جنيه تاكل وب3 جنيه تاكل. سؤال بترد عليا بصراحة بالله عليك، 3 جنيه تكلفها كام؟ ايه يا عمرو ب2 جنيه جايب لحمه وفراخ وباميه وشاورما وجبنه فيتا ب2 جنيه بس؟ لا بس انت مولع الدنيا يابا، لحمه وبتاع فالح بس تطلع الناس تقول لهم ب2 جنيه تعيش في اليوم. لا بس قول لي كده، وطبق الباميه اللي قدامك ده كان باللحمه؟ يا جماعه ما تقعدوش تبصوا للناس في اللقمه ارجوكوا، الناس بتقف في زورهم. زمان الناس والله زمان الناس لا بيعرفوا ياكلوا ولا بيعيشوا. انا بزعل من الحكايه دي بصراحه، بتضايقني. يعني كل واحد اسمه ايه على اسمه ايه برغوتك على مش عارف اسمها ايه، على قد لحافك مد رجليك خلاص. اذا واحد يعني بس بلاش بلاش يا جماعه تبص لهم في اللقمه، الناس مش عارفه تاكل لقمه بقت بتقف لهم في الزور. وانا اقول صوتك عامل كده ليه يا احمد؟ فاكرين ان زورك اصلا في لقم؟ لا بس احنا المفروض نخلص من الناس دي بصراحه، الناس اللي بتبص في اللقمه، نولع في العشوائيات، نفجر كل اللي تحت خط الفقر. ايه رايكم؟ الحكومه يا جماعه لازم تخلص من الناس الفقراء اللي بتشتكي. وزاره الداخليه قبضت على تنظيم من يومين بيعمل ايه؟ كان دايما التنظيمات يتقبض عليها معاه قنابل، معاه مسدسات. التنظيم اللي قبضوا عليه المره دي معاه حقد. تنظيم في 8 افراد معاهم حقد، يعني ايه؟ يعني شغلتهم ان تبقى قاعد على قهوه كده يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، يقول له ايه؟ يقول له شفت البلد عامله، يقول له عامله، يقول له البلد منيله ب60 نيله وهتوه هنروح في 60 دقيقه. دي شغلته، ده التنظيم شغلته كده. تنظيم منه لله وربنا قاعد على قهوه ولا قاعد في اي مكان. شفت كيلو لحمه بكام؟ شفت شفت فلان عنده قد ايه؟ شفت فلان راكب عربيه عامله ازاي؟ الحرب القادمه هي حرب الحقد في مصر. صح يا عم صح، وبيقعدوا يتصلوا ويقرفونا ويقولوا لنا الاكله دي بكام؟ يا راجل يا ناس وجع دماغ. طبعا تنظيم الحقد ده زي ما معروف بالاسم المشاع بتاعه اللي هو تنظيم الدوله الحقود ده، عايزين يوقعوا البلد. وانا هنا بكلمك على تنظيم يعني حاجه كبيره، مش 6 ولا 7، لا دول 8، فلازم يا جماعه نتجنبهم. يعني بص انا هقول لك ازاي تعرف اللي قدامك ده من التنظيم ولا لا. بتلاقيه على طول ماشي مكتئب في الشارع كده، يخش السوبر ماركت يلاقي الحاجه غليت يمشي ما يشتريش، واقف قدام الجمعيات عايز سكر. قصدك ايه بالوقفه دي؟ قصدك يعني ان البلد ما فيهاش سكر ولا ايه؟ هتلاقيه زاحم المواصلات كده يقول لك اوف الجو حر، الدنيا غاليه، البلد خربانه، ابلغ عليه على طول. طبعا معروف ده عمليات انتحاريه بالكوم كده. طبعا العمليات الانتحاريه اللي احنا عارفينها بحزام ناسف ده لا، ده يهمه الناس تعيش مكتئبه. فتلاقيه بقى يشنق نفسه على يافطه اعلانات ينتحر من فوق كوبري. لا عمليات انتحاريه المستهدف منها الشعب المصري، عايزيننا نعيش مكتئبين والبلد تولع بقى تولع بقى. فطبعا مطلب العيش اللي هو اول مطلب في ثوره 25 يناير، يعني انت لو طلبت بحقوقك مش بس هتتمسك، لا ده انت لو اشتكيت كمان هتتمسك. انت تقعد في البيت وتقفل على نفسك خالص وما تسمعش صوتك نهائي. استنوني. تانية وخمسة في عين كل حقود. خلونا بقى نسيبنا من العيش ونبطل نشتكي ونبص للناس في لقمتها بقى، ونخش على المطلب التاني اللي طالبت بيه الثورة، الحرية. ما ينفعش بعد الثورة نقبض على الناس ونعتقل فيهم لمجرد ان هما بيشتكوا من غلاء الأسعار. لازم بعد الثورة يا جماعة يبقى فيه مساحة حرية لكل مواطن يقدر يعبر فيها مش بس عن آرائه السياسية، لا عن حقوقه. عايزين حرية ليه؟ إن شاء الله. وحضرتك سايبه ان حرية التعبير؟ لا لا وقت لهذا الأمر، أنا مش عايز حرية التعبير دي. حرية التعبير دي إن شاء الله عند خالتك كده. حبيبي يا أحمد تسلم والله، ميرسي على ذوقك والله. تعال خدنا جزء إلين بقى عشان إحنا ما تربناش وعايزين حرية. وعلى فكرة رحت لخالتي قالت لي حرية التعبير خلصت، خلي أحمد موسى يجيب لك شوية من عند خالته. أنا مش فاهم يعني، ما طبيعي إن الناس يبقى لها حقوق تنزل تطالب بيها، ده بعد إذن خالتك طبعًا. اللي أنت بتقوله ده يا أحمد اسمه تكميم أفواه، وده اللي الثورة قامت ضده. لكن دلوقتي اي حد بينتقد او بيقول رايه الدوله بتهاجمه وتقعده في البيت.
أن يأتي غلق برنامج ويكون في نوع من الضغط على القناة أو على مقدم البرنامج إنه لازم القناة تتقفل أو لازم البرنامج يتقفل ولازم تقعد في البيت ولازم كذا، أنا بموت في الدولة. وعبد الفتاح السيسي يمثلني. أنا بقدم السبت والحد والاثنين أهو عشان محدش يعمل معايا الثلاثة والأربعة والخميس. جدع يا قرموطي، أيوة كده، ما تعمليش فيها إعلامي وطالع تعبر وكلام من ده. لأ، ولا أنا مش جاي أعارض ولا أنتقد، أنا جاي أكل عيش كده أحترمك، لكن أنت بقى تقعد تقول لي بنتقد الدولة وبنتقد الرئاسة والكلام ده. خلينا نكون متفقين إن بعد 25 يناير لسه في تكميم أفواه زي ما كنا شفنا قبل 25 يناير. بننتقد داخلنا وبننتقد مؤسساتنا وبننتقد الرئاسة وبننتقد الداخلية وبننتقد أي مؤسسة في الدولة المصرية، وما فيش حد يقول لك تكميم أفواه، فيش حاجة اسمها تكميم أفواه. اللي يقول لك تكميم أفواه بقدر ألسعه على أفواه على طول. أنا عايز أقول للأستاذ الكبير سمير عطلة، أنا ممكن أعمل دي كده، اللي يقول لك تكوين فوق بقدر ألسعه على أفواه. اسكت يا أرموطي، أنت اللي قلت، اللي يقول في تكميم أفواه يتلسع على أفواه. بس يخرب بيت المنطق برضو، يعني اللي يقول لك في تكميم أفواه ما تقولوش أنت حر وده رأيك ويحترم، تلسعه على أفواه ليه بقى؟ علشان ما فيش تكميم أفواه. لا بس في الأول أو في الآخر ده الإعلام، يعني معروفة الإعلام تبع النظام، ده حاجة مش جديدة علينا. لكن خلينا دلوقتي في حرية التظاهر، لازم بعد 25 يناير يا جماعة الموضوع يختلف، على الأقل الناس تقدر تنزل الشارع تنتقد النظام بكامل حريتها. إمتى بقى الدولة هتسمح لهم بده؟ إمتى تظهر؟ قول لي إمتى هتسمح لي إن أنا أتحرك كده؟ أنا هسمح لك لما أكون متأكد إنك أنت بتمارس حقوق التظاهر في أصول القانون بتاعها. يعني مثلا تقول لي أنا هتظاهر في الحتة الفلانية من الساعة كذا للساعة كذا، لا ترفع لافتات تعادي النظام. لا ترفع لافتات تعادي النظام، لا ترفع لافتات اصلا، وتقولي بقى احجز الميدان من الساعه كذا للساعه كذا. معروفه الاسعار على فكره، واسال بره، الساعه ب 100 جنيه في قلب الميدان، ب 80 على الاسفل. هو لو مش هتتظاهر ضد النظام ممكن اتظاهر ضد مين يعني؟ في ايه تاني ممكن اتظاهر ضده؟ الحل انك تروح تاخد تصريح من النظام هو اللي يختار لك بقى تتظاهر ضد ايه. مساء الخير يا فندم. مساء النور، انا جاي اقدم على تصريح تظاهر. اهلا وسهلا بحضرتك، امر يا فندم. مع حضرتك بيادات كفايه؟ بيادات؟ اه يا فندم، عشان تحطها على دماغك وهي تحيه مصر وكده. لا لا لا، احنا معارضين مش مؤيدين. تمام يا فندم، كده البيادات اكيد علينا. يا ترى حضرتك تظاهر ضد ايه؟ ضد انتهاكات الداخليه. هايل يا فندم، هايل. كده اسمح لي ارشح لحضرتك تاخد الاوردر ده، اشتباكات مع الامن المركزي. ها، هيضيف اثاره وتشويق يا فندم، ولا تحدفوا بعض بالطوب؟ طوب ايه؟ يبقى كده واحد طوب لارج. تحب اضافه شتايم واشارات بذيئه بالايد يا فندم؟ احنا جايين. طب جربت القنابل المسيله الدموع بتاعتنا؟ جربت؟ لا. طيب يا فندم كده، اها ايوه، صدقني هتعجبك يا فندم، ده احنا لسه جايبينها من روسيا، حضرتك لو شفتها هتعيط. يبقى كده قنابل اكسترا دخان. لازم بقى حضرتك تجرب تاخد مع الطلب خرطوش كده على الوش يا فندم، بنعمله حلو قوي يا فندم. حلو يا فندم، ده تخصصنا. هقول لحضرتك الافضل تاخد عرض الكومبو بتاعنا في ايديه هابي فرج ميل ايديه يا فندم، ده هيعجبك قوي. لا فرج لا، بلاش يا فندم. كده حضرتك ايوه كده، ايه ايوه، حساب حضرتك 3 سنين ونص سجن. 3 سنين ونص ليه؟ نراجع مع بعض الاوردر. اتفضل يا فندم، اتفضل. ست شهور اثاره شغل، 6000 ممتلكات عامه، وسنتين ونص محاوله قلب نظام حكم. يبقى كده كام؟ يبقى المجموع كام؟ قول انت، قول انت. 3 سنين ونص. شفت يا فندم الموضوع بسيط. ها صدقني يا فندم هيعجبك. فرج شوف المتظاهر اللي عندك ده. معلش يا فندم عندنا بس ضغط شغل وحاجات بقى. ها حضرتك هتشرفنا هنا في السجن ولا تكاوين؟ تكاوين زين، هنيجي نجيبك من البيت. لا لا لا، ايه الصوت ده؟ معلش حضرتك يا فندم، ده متعه التذوق. تحب كاتشا مع الاوردر يا فندم؟ بص احنا هنديك اذن تظاهر وننزل نقبض عليك برضه، ناخدك بقى في مكان غير ادمي وعدد المعتقلين يزيدوا والسجون تتملى والمساجين تتخنق ويحصل انتهاكات لحقوق الانسان. طب والحكومه ساكته ليه يا جماعه؟ ما نبص في القضايا دي ونخرج الشباب، اكيد فيهم كتير مظلوم، شوف مين مظلوم ونخرجه، لازم نلاقي حل.
مطالب ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية. أكد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أن احترام حقوق الإنسان وحرياته ضرورة من ضرورات العمل الأمني. بمناسبة بقى احترام الحقوق والحريات، مصر كان فيها حوالي 35 سجن لحد 2013. بعد 2013 الحقوق والحريات زادت. فما وزير الداخلية بافتتاح السجن المركزي الجديد بالجيزة الذي يقع على طريق الإسكندرية الصحراوية. سيد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار يقوم بافتتاح سجن 15 مايو المركزي. إنشاء سجن مركزي في مدينة 6 أكتوبر، هناك سجن جديد في جمصة، أيضا القاهرة عندها سجن. تواصل عمليات تشييد وبناء سجن جديد على طريق الأستراد في حلوان، إنشاء سجن مركزي في دمياط، إنشاء سجن عمومي في منطقة الصالحية في الشرقية. في سجن آخر، في واحد في السلام وفي واحد في النهضة. افتتح لواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية قسم شرطة كرموز والسجن المركزي الملحق به. من يومين خبر عايزين يعملوا سجن في حتة في الصعيد كده تقريبا في سوهاج أو حاجة. هناك سجن آخر في محافظة المنيا علشان النزلاء أو المسجونين من الوجه القبلي ما يتكبدوش العناء وييجوا إلى سجون الوجه البحري. طبعا في معتقلين كتير ظلم، وفي اللي بياخدوا تجديد بدون قضية أصلا. فإيه الحل بقى؟ بالظبط، نبني سجون جديدة ونسجن أكتر ونقمع أكتر. ده أنت لو بتبنوا مشاريع البلد زي ما بتبنوا السجون كان زماننا أوروبا والله. مين كان يصدق أن بعد 25 يناير يكون في كمية المعتقلين اللي موجودين في السجون دي؟ بجد ربنا معاهم، أكيد الحياة في السجن صعبة قوي. هو السجن مش عذاب ولا زي ما كنا بنشوف في الأفلام إن هو في تعذيب، مفيش أي حاجة خالص من دي خالص، عادي، حياة عادية خالص. بس كل المشكلة إنك بتكون بعيد عن الناس اللي بتحبهم، لما تبقى عايز تخرج وما تلاقيش وقت تخرج. إيه مين قال كده؟ لا بخرج وبتفسح زي ما أنا عايز، عندي وقت. كون بقى تجربتك جوه السجن كانت صعبة كده، دي مشكلتك أنت. ما تعرفيش يعني تقابلي البوي فريند بتاعك خالص، ما تحيش تعملي شوبينج خالص، ما تعرفيش تبارتي هارد مع زمايلك. معلش أصل السجن واخد كل وقتي يا بنات والله. لا النهارده حماتي جايه لي زياره مش هقدر اخرج، معلش سوري يا بنات. وبعديها بساعه عدت جلسه تعذيب طبيعي، معلش بقى كيوته خالص انتي. عموما خلونا نسيبنا من العيش ومن الحريه ونخش على مطلب الثوره الثالث، العداله الاجتماعيه. ان كل فئات الشعب لازم تتساوى ويبقى في تكافؤ فرص بين اعلى طبقه واقل طبقه، وده اللي نادت بيه ثوره 25 يناير، نادت بمفهوم العداله الاجتماعيه. بص حضرتك، مفهوم العداله الاجتماعيه ده مفهوم مش مظبوط. زي برضو كان في وزير ايه اللي قال كلمه اللي قال لك الزبالة مش ممكن يبقى قاضي. وزير العدل. وزير العدل. الراجل قال ايه؟ مش قال واقع؟ كتبت له مره قلت له على فكره الزبالة برضو مش هيبقى قاضي. ما الدنيا ربنا خلقها طبقات برضو، يعني ده القران بيقول كده. ابن الزبالة مش هيبقى قاضي. الله، القران قال كده يا اخي. الله، ما القران قال كده يا اخي. ايه في هنكفر بقى؟ ايه يا عزمي؟ ايه يا عزمي؟ انت تبت ولا ايه؟ انت سبت ال ها؟ اشتغلت في الدعوه؟ لا بس سيبنا يا جماعه من عزمي، كده كده مش هنعرف نفهمه خالص، مفيش منه امل. وتعالي انت يا لميس. خلاص خلصتي؟ بص يا لميس، اولا هو اسمه عامل نظافه مش زبال، وزيه زي القاضي على فكره، الاثنين موظفين في الحكومه وبيقبضوا من الضرايب اللي الشعب بيدفعها. قول لنا بقى يا اللي عندك مشكله في مفهوم العداله الاجتماعيه، ليه شايفه ان عامل النظافه ما ينفعش يبقى قاضي بمفهوم عدالتك الاجتماعيه؟ كمل لنا حكايه عامل النظافه ده. اكمل لك حكايه الزبال دي. قلت لهم على فكره ابن الزبال مش طموحه يبقى قاضي، القاضي بيقبض كام وابوه بيكسب كام. ده في زبالين مليونيرات، فابن الزبال عشان يبقى وكيل نيابه ياخد ملاليم وبعدين يمشي في السلك القضائي لغايه ما يبقى قاضي، ده مش طموحه ابدا، هو هيكسب اكتر لو مشي في الكار بتاع ابوه. يعني بالمنطق ده انت فشخت المنطق. بقى عامل النظافه برضو اللي بيقبض بالملايين وعنده نوادي خاصه ومكافئات وزيادات وعلاوات كل شويه على اي حاجه في اي حاجه. اسكت يا لميس. وبعدين طالما العداله الاجتماعيه دي مش موجوده ولا في فرص متكافئه لاي حد كفء انه يتعين في القضاء او الشرطه او الجيش، امال الناس اللي دخلت الوظائف المهمة دي بيتعينوا ازاي؟ يا ريت يساعدني اللواء حمدي. انا من اسيوط، عاوز ابني جايب 75% وعاوزه اقدمه في اي مدرسة عسكرية، ما عرفش اي مدرسة هنا.
ده وسط على الهوا. ده وسط على الهوا ده يا ست الهوا. ماشي اتفضل يا فندم. وسط وطنيه. وسط وطنيه. بشكرك مدام تهاني. معانا مين يا جماعه؟ مدام عايزين عايزين دكتور. اتفضل. حط تليفونها يا عم. حط تليفونها بس. دي وسط وطنيه. يا عم مش فاهمك انت بس دي وسط وطنيه. هم بيتعينوا كده بالواسطه. يعني الا مفيش حد من الاعلاميين المحترمين كده يطلع يفضح الواسطه دي. ده وسط على الهوا يا جماعه. مفيش حد يفضح وصايه الشرطه دي. الواسطه والكوسه. يعني كوسه اللي بناكلها ولا وانه حتى تدخل كليه الشرطه لابد ان تملك واسطه. اه ارد عليك. ارد عليك بس ترد عليا بصراحه. ها انت مش كلمتني على اتنين؟ عايز ايه تاني؟ معلش انا اضطريت اقولها على الهوا كده. طب خلاص. خلاص بقى يا راجل بقى مش على الهوا بقى. ما تحرجنيش بقى. ايه يا بروشي؟ عامل لي حلقه على الواسطه وانت مكلم الراجل على اتنين يدخلوا كليه الشرطه بالواسطه؟ ده احنا بنقول الاعلام هو اللي بيفضح الواسطه. يطلع الاعلام عايز واسطه؟ ليه كده يا بروشي؟ ليه عملت كده؟ لانه في ناس تستحقوا ملهاش حد يتكلم عنها. فانا الحمد لله رب العالمين اطرح ده لانه احنا حضرنا الزياره بتاعته. مش هيدخل الا كده يعني. ما الاثنين دول مش هيدخلوا الا كده بالكوسه يعني. عشان كده الابراشي مع الواسطه لان في ناس تستحق وملهاش حد يتكلم عنهم. فالابراشي بقى بيتوسط لهم. الابراشي بينقي اللي يستحق واللي ما يستحقش. ودي على فكره مش واسطه، لا دي واسطه وطنيه. مش فاهمكم انتوا، دي وسائط وطنيه. على العموم في نهاية الفقرة حابين نقول إن الثورة قامت للتغيير، وما كانش في طريق تاني مع حد حكم البلد 30 سنة وكان هيورث ابنه إلا بثورة. صحيح الثورة كان لها أخطاء واللي شاركوا فيها بشر وطبيعي يغلطوا، لكن ما يصحش نعلق فشل الدولة على الثورة وشباب الثورة. شيء حزين قوي إن بقت مطالبنا دلوقتي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية اللي هي أصلاً أساسيات مش مطلب. واللي يحارب أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ملوش وصف غير إنه يا فاسد يا جاهل. واستنونا. اهلا بكم في الفقره العربيه. من يومين تم عقد مؤتمر الأستانة. المؤتمر ده كان بتنظيم من روسيا وتركيا، وتم اعتماد الأستانة عاصمة كازاخستان كمكان لانعقاده. الهدف منه كان جمع النظام السوري ووفد من كتائب الثوار على طاولة واحدة لوقف إطلاق النار. بس أكيد النظام هيرفض أنه يقعد مع إرهابيين حتى لو كان ده أمر قصدي، يعني كان طلب روسي. الأسد لا مفاوضات مع إرهابيين بل مع المعارضة السياسية. أكد الرئيس السوري بشار الأسد رفض بلاده التعامل مع المجموعات المسلحة ككيان سياسي، موضحا أن سوريا مستعدة للشروع بمفاوضات مع المعارضة السياسية غير المسلحة. الله، طب ما في سيادة لنظام بشار على سوريا وما فيش مفاوضات زي ما توقعنا. طب ما كده الفقرة خلصت، مع الفقرة عن مؤتمر الأستانة والنظام مش رايح. فنشوفكم بقى الفقرة الرابعة. بدأت وفود المشاركين بالوصول إلى أستانة للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده حول سوريا. وصل أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في اجتماع أستانة برئاسة الدكتور بشار الجعفري. وكان قد وصل وفد المجموعات الإرهابية يوم أمس برئاسة الإرهابي محمد علوش. والله إرهاب ودلعت وبقيت بتلبس بدل وجرفطات وآخر شياكة. لا الإرهاب اتطور قوي يا جماعة وبقى روش خالص اهو. بس كويس كويس ان الفقرة ما خلصتش وهنكمل المؤتمر ده. بس سؤال مهم، هو ازاي النظام قبل ان هو يقعد مع الإرهابيين وانت يا بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة كنت دايما بتهاجم الفكر الإرهابي ودلوقتي هتقعد معاه؟ ايه ده، يعني الإرهابيين اخيرا بقى تخلوا عن فكرهم الإرهابي وسحبوا سلاحهم وانت وافقت تقعد معاهم؟ ولا انت يا بشار الجعفري كانت ايه شروطك بالظبط علشان تقبل تقعد مع الإرهابيين دول؟ نحن كوفد للجمهورية العربية السورية لا يشرفنا على الإطلاق أن نجلس مع إرهاب في محادثات مباشرة، ولذلك لن يكون هناك محادثات مباشرة ما لم يعتذر هذا الإرهابي عن تصريحه ويحلق دقنه كمان. زي شمسون الجبار كده، كانت قوته في شعره لكن الإرهابي إرهابه في دقنه. لو حلقنا دقنه خلاص الفكر كله راح. بعد كده بقى ارميهم ببراميل مكان حلاقة. على العموم خلينا نتكلم جد. المؤتمر ده كان علشان يكون في تفاوض بين النظام والإرهابيين، صح؟ هيتفاوضوا على إيه بقى؟ نعتقد أن المؤتمر سيكون على شكل محادثات بين الحكومة والمجموعات الإرهابية
من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح لتلك المجموعات بالانضمام إلى المصالحات في سوريا، ما يعني تخليها عن أسلحتها والحصول على عفو من الحكومة. رايحين لنحكي مع سوريين ونمتحن إمكانية جلبهم إلى حضن الوطن وكنف الوطن. يعني المسلحين عاملين الشوشرة دي كلها وجايبين روسيا وتركيا وأمريكا وإيران ومغلبين كازاخستان بالضيافة والحجزات عشان يفوضوا على حضن الوطن. وليه اللفة دي كلها؟ حضن الوطن كان مفتوح، نسيته. هذا وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 والقاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل. أوه مرسوم خفيف نظيف من غير شوشرة ولا أي حاجة، يوفر عليكم تذاكر السفر. طب الإرهابيين رايحين الأستانة ليه؟ حسب وكالة سانا الناطقة بلسان النظام السوري، وفد المجموعات الإرهابية بيقول إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملاً باستثناء المجموعات الإرهابية. اللي هو إزاي يعني؟ يعني هيضربوا نفسهم مثلاً؟ رايحين يطالبوا بوقف إطلاق النار بس ما يوقفش عليهم؟ عايزين يتقتلوا يعني؟ على العموم إحنا هنشيل كل الكلام ده وهنعرضه على آلة كشف السيادة، وهي اللي هتقول لنا إن كلام النظام بخصوص الأستانة ده صحيح ولا في سيادة تانية أقوى منه. إحنا هنا فريق الإعداد عمل آلة لكشف السيادة نعرف من خلالها هل الكلام ده صحيح ولا لا، ولا لافاروف ده عنده كلام تاني. إن أحد أهداف لقاء أستانا هو أولاً تعزيز نظام وقف إطلاق النار، وثانياً الاتفاق على مشاركة القادة الميدانيين بحقوق كاملة في العملية السياسية التي تتضمن وضع دستور وإجراء استفتاء وانتخابات. أي فصائل مسلحة ترغب بالانضمام لهذه الاتفاقيات يجب أن تكون لديها الفرصة لذلك. الله 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 الله، إيه الآلة دي بقى؟ كده الآلة هتبوظ من حجم السيادة. يعني مفيش حضن وطن ولا تسليم سلاح؟ ده بيقول ان المفاوضات على الحل السياسي ومن حق المجموعات الارهابيه حسب تصنيف النظام انها تشارك في الحكم ويكون في دستور جديد وانتخابات. يعني بيقول لك حضن الوطن ده تبله وتشرب ميته. على العموم اعتقد كده بشار انت فشلت في اول اختبار في آلة السياده، تعال نجرب حاجه تانية. في سياق الحرب ضد ما يسمى بالدوله الاسلاميه، هل يمكن ان تسعوا للتنسيق مع لاعبين مثل تركيا والاكراد والولايات المتحده؟ بالنسبة لتركيا، أردوغان إخوانجي، وهو متعاطف داخلياً وغريزياً ومرتبط وملتزم بداعش والقاعدة لأن لهم نفس الإيديولوجيا ولا يستطيع أن يبتعد عنهم. يحاول إجراء بعض المناورات لإظهار أنه ضد أولئك الإرهابيين في داعش والنصرة، لكنه يقوم فعلياً وبشكل يومي بدعم تلك المنظمات التي لا تستطيع البقاء دون دعمه. لا هاي هاي واضح، لا بجد ان في سياده، كلام كبير قوي. يعني حسب كلامك ان تركيا بتدعم الارهاب وكده انت لازم انت وروسيا تحاربوها لانكم بتحاربوا داعش ومموليها، صح؟ طب نروح لآلة كشف السياده ونشوف هتقول لنا ايه على الكلام ده. يا اول عمليه روسيه تركيه مشتركه في سوريا، قائد اداره العمليات العامه لهيئه الاركان الفريق سيرجي روتسكوي اعلن عن قيام 9 طائرات هجوميه روسيه وثمان مقاتلات تركيه باستهداف 36 موقعا لداعش بالقرب من مدينه الباب في ريف حلب. ايه ده؟ الالم الشغاله ولا ايه؟ يعني روسيا حلفتك وعدو داعش تحالفت مع تركيا عدوتك وممول داعش بالتنسيق معاك لضرب داعش؟ لا واضح ان السياده عامله شغل، واضح. لا واضح، ما علينا، احنا كل مهمتنا ان احنا نعرض تصريحاتك على الاله وندور على حته سياده يمكن نلاقي حته كده ايه نعكس عليها. واذا كنا نقتل شعبنا او نقتل المدنيين، كيف لنا ان نصمد 6 سنوات كحكومه او كجيش او كرئيس؟ هذا ليس منطقيا ولا واقعيا. نحن هنا لاننا نتمتع بالدعم الشعبي. لا كده الاله هتنفجر. ها افهم من كده ان سبب بقائك طول السنين اللي فاتت دي كان بسبب الدعم الشعبي ليك ولنظامك. بس بصراحه لو كلامك ده صحيح يبقى انت تستحق تبقى رئيس عشان استمرارك كان بسبب حب الشعب ليك. طب تيجي نشوف الاله هتقول لنا ايه. ودافع لافروف عن تدخل بلاده عسكريا في سوريا وقال ان ذلك تم بطلب من الحكومه الشرعيه السوريه، وأكد أنه لولا تدخل روسيا في الوقت المناسب لكانت دمشق قد سقطت خلال أسبوعين في أيدي من وصفهم بالإرهابيين. سوريا كانت على وشك السقوط في أيدي الإرهابيين، فكان إنجازا مهما أننا تمكنا من إبعاد الإرهابيين عن دمشق. لا 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 لا، أكيد الآلة دي صناعة تركية اللي هي متحالفة مع روسيا.
بس معلش معلش يا بشار، المهم انك بتقاوم اسرائيل اللي هي برضه متحالفه مع روسيا. يعني حلفائك بيقولوا ان لولاهم كان نظامك سقط، يعني انت وجيشك والبهوره اللي انت عاملها دي كلها طلعت فشوش. لا بجد بجد يعني. طب فريق الاعداد بيقول ان هو محتاج نديلك فرصه ثانيه على آلة السياده، يمكن يمكن نلاقي اي سياده نقلع فيها عين الحسود. في سياق عمليه صنع السلام، هل يمكن ان تفكر في الاستقاله كخيار إن كان ذلك ضرورياً من أجل المصالحة؟ إن استقالة الرئيس أو استمراره في منصبه قضية وطنية وترتبط بكل سوري، لأن الرئيس في سوريا ينتخب مباشرة من الشعب السوري، وبالتالي فإن هذا ليس من حق الحكومة أو المعارضة، بل هو حق كل سوري. لا بصراحة في دي معها حق، دي مش محتاجة آلة بقى، كلام صحيح، مش محتاجة أي آلة عشان نكشف السيادة. أصل بشار زيه زي أي زعيم عربي منتخب من الشعب. لا 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 بجد بجد، الشعب لو كان عايزه يمشي كان مشي فعلا. طب على فكرة بقى، بشار من الناس اللي بتقاوم إسرائيل. ملك يا ديبو، ما انت راجل سوري واكيد انتخبت بشار. انتخبت بشار ولا لا؟ ايه طبعا. انت ها؟ بعدين كان في عنا كثير حرية على فكرة، يعني كان في خيارات كثير كمان، خيار الأول بشار والخيار الثاني كمان بشار. أنا اخترت الخيار الأول على فكرة، اللي هو بشار أطول كان. أها. انسى. طب ده ازاي ده؟ فكان الخيار خياركم والديمقراطية من صنعكم. هي دي قمة الديمقراطية. استنونا الفقرة الجاية. النهارده فنان سوري صاعد اثبت نفسه مؤخرا على الساحه الفنيه. ضفنا من الناس اللي اتاثرت بشعر محمود درويش ونزار قباني، بيبان فخامه صوته دايما في المواويل. رحبوا معايا بضيفنا عبد الكريم حمدان. انت بدايتك الحقيقه كانت ارب ايدول، غنيت كتير لحلب. شهرتك الحقيقة جت من أغنية حلب. حلب أنا بعمل القلب. عايزين الأول نسمعها قبل أي حاجة، أنا مستنيها. يمكن الأغنية ديت بشهادة إم بي سي نفسها إن الأغنية ديت نقلت برنامج أرب أيدول للعالمية. كنت تقريبا الحمد لله أكبر خامس أكبر مشاهدة على مستوى العالم في ثلاث أيام. في ثلاث أيام صح، والأغنية جايبة أكثر من 12.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب. الحمد لله. عايزين نسمع منها أي حاجة الأول ونرجع تاني إن شاء الله. ناخذ الجزرين. Yeah.
القلب يا نبع من الألم امشي ببلادي يا كتر دم اللي انسكن حلب يا نبع من الألم امشي ببلادي يا كتر دم اللي انسكت ببلادي ومن قلب محروق ع بلادي وعولاد اللي صاروا فيها غرام يا بلادي. الرساله الانسانيه لما بتطلع من صوت جميل زيك فعلا بتوصل بشكل مختلف صنع الله دائما اللي بيطلع يعني دائما مقوله اللي بيقولها انه اللي بيطلع من القلب يدخل للقلب ده حقيقي فعلا. عبد الكريم انت فنان مشهور دائما يمكن انت بيطلع عليك اشاعات كتير قوي حقيقي صح؟ لا لا بيطلع عليك مش عايز اقول ايوه خليك كده بس ده طبيعي يعني اي واحد بيكون مشهور او كده بيطلع عليه اشاعات. خلينا نروح للجانب ده من الاشاعات مش هقول بقى هو ايه بس الحب في حياتك الحب احكي لنا كده عن اول رساله حب جات لك. اول رساله حب هلا يا سيدي. اول رساله حب كانت هيك بكارت صغير كنت لسه اولاد صغير عم ما بيقولوا بالحاره وكذا وحبيت حدا هيك يعني باول طلعتي حدا هيك في ازاي يعني مختلف يعني بالحاره بدون ذكر اسماء مثلا حدا هيك كل واحد متخيله انه كانت اول رساله بتهديني اياها انه لهلا بتذكر كان في هدول الكروت يمكن لهلا القلب حب يكون وبنفتح هيك كان مكتوب الحب عقد من الياسمين وحباته قلوب العاشقين اي لهلا ما بنساها كنت صغيرين متأكد؟ أكيد كنت صغيرين حضرتك أيوة والله طب سمعنا حاجة بقى بمناسبة الحب أوكي هلا بحكم عم نحكي على الحارة وكذا وهيك تعطونا بيات مي؟ عسيرة الحب شوبت حضرتك بقى فكرتني وأنا صغير برضو مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي
شوف يا الحبيب فزاراني فشفيت من ناري إلي يا حلو يا مسلين يا اللي بنا الأجر كوين يا حلو يا مسلين يا اللي بنا الأجر كوين إلا المودة يا جميل ويسنين يا عين من كتر شو يا علي ببنى ما اسالكش بصراحه عايز اسمع بس اغاني حبيبي عبد الكريم ايه اللي بيميزك او بيميز عبد الكريم حمدان حمدان ولا حمدان 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 اصل عندنا في مصر حمدان خلاص اللي بدك لا عبد الكريم حمدان حمدان عن باقي الفنانين السوريين خصوصا اللي بينشروا الرساله رساله الفن والمحبه والسلام في زمن الحرب اللي احنا عايشين فيه شو اللي بيميز عبد الكريم من وجهه نظر عبد الكريم خليني اقول عم حاول دائما انه تكون رسالتي هي رساله انسانيه رساله محبه وسلام بالاخر الفن لازم يجمع ما يفرق عم حاول تكون رسالتي لكل حدا سوري وعربي رساله اخوه رساله انسانيه جميل عبد الكريم انت على صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي دايما بتدي حكم ومواعظ انت كده في الحقيقه اصلا طبعا عارف الحقيقه يعني مش عايز اتكلم ها لا لا هلا هي مش الفكره انه حكم ومواعظ قد ما هي مثلا احيانا لا وفي حاجه تانية منرفزاني انا شخصيا انك لا متفائل خليني يكفي لك ما تنرفز يعني متفائل متفائل دائما ليش بكارثة. لانه ثقتي بالله كبيره انا بالله. الحمد لله انه دائما ربك ما يعني مخبي لك دائما كل خير شو ما كان هو خير لك انا بحاول استفزك عشان تطلع الطاقه الايجابيه ديت للجمهور لا الفكره بنرجع للموضوع انه نصايح او كذا هي ما قصه نصايح او حكم قد ما هي مقولات بتعجبني بحب شارك فيها الناس يستفادوا من باب المعرفه يعني كل واحد هو بياخذ حقيقي فعلا يمكن هننهي البرنامج لان وقت البرنامج خلص لكن اكيد انا هستفرد بيك تسمع شويه مواويل حبيبي حابب انت اللي تختم البرنامج باغنيه ولفي بحلب بشكرك جدا وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق حبيبي. وانا متاكد من ده ان شاء الله لانك موهبه عظيمه بشكرك وبشكر حبيبي. كل الساده اللي اتفرجوا علينا النهارده استنونا الخميس الجاي من جو شو بس قبل ما ننهي هننهي مع عبد الكريم حمدان حبيبي اتفضل خدني ع حلب مشوار زور الحلو لاقيه و
ودي من الشام أخبار عن قلب عايش فيه خدني يا حلب مشوار زور الحلو لاقي ودي من الشام أخبار عايش فيه دمعي لطفي النار وابكي عمر واسقيه دمعي لطفي النار وابكي عمر واسقيه غريب الدار يا وجع بيعيش فيه لابد جنار شق العاتم ينير يا وحشة غريب